فنان نسيل شما ربما ينجموا بعض الناس يأولوا هذية وأنه فتح باب للتطبيع زي ده. هذا خط احمر هذا ما في هذا غير قابل للنقاش حتى ولا حتى يعني للفكره. لذلك يعني قلت حتى من بدايه الفكره من قلت السلام اللي احنا نعنيه هو غير السلام اللي يعنوه السياسيين. يعني ما اجي اخذ بيتك كله واجي اعمل سلام معك على او اعطيك المطبخ مثلا. هذا كلام فارغ حتى نكونوا واضحين معناها لانه فما شويه هكا ما تعرف لا بس مثلا هاي جيتهم الاجابه واضحه من نسير شم هي. مثلا يعني إيران مثلا ما أقبل أعزف فيها لأنه تتدخل ببلدي وتتدخل بالمنطقة بشكل سيء جدا وأثرت تأثير سلبي رهيب على العراقيين. نعم. لكن عازف مثل هذا أيضا مغضوب عليه في إيران. هذا في قواسم مشتركة بينه وبين جماعتكم الموسيقى. نعم. أمريكا اللي دمرت بلدي واحتلتها لكن في عازفين في فنانين كبار ضد سياسة أمريكا هذول في قواسم تجمعني معهم وهكذا. واضح. شكرا لك نسير شما. آخر سؤال نسأله لك دونك العرض قديش المدة متاعه من وقتيش تكونوا موجودين على ركح مسرح قرطاج إن شاء الله؟ العروض تبدأ 10 عادة أتوقع أنه يكون ساعة ونص العرض وتعرفي جمهور احيانا قرطاج وجمهور تونس وكثير في عندهم بعض الاشياء اللي طلبوها بعض اللي هي لها علاقه بقطاعي فممكن ياخذ شويه اقل شويه اكثر لكنه المساله في حدود ساعه ونص اتلو الجمهور لكن البرنامج مكون من 10 اعمال كلها اعمال يعني راح يسمعوها حتى القديم إشراق مثلا راح يسمعوها بحلة جديدة. نعم يعني عرض واحد في كارتاج مش بتكون موجود في مهرجانات أخرى؟ لا حبينا يكون عرض واحد. كان في دعوة لأكثر من عرض أنا حبيت يكون عرض أنا ما أحب الصيف يعني عكس الناس والله كيفك حتى أنا ما نحبوش يرهقني جدا يرهقني ويرهق ألفي العود يصير أكيد باش تكون في الأوج التألق إن شاء الله على ركح مسرح قرطاج غدوة نسير شما وهذا العرض إن شاء الله المميز باش يكون في عرض خاص فقط بمهرجان قرطاج. ألف شكر على هذا الحوار. كان معنا مباشرة الفنان نسير شما في لانفيتي دي جوغا.